نور بتقول بتسأل وبتقول هل يجوز للمنتقبة أن ترتدي ملابس فاتحة؟ أعتقد فاتحة اللون يعني لونها فاتح يعني. طيب أنا بس أريد أن أقول شيئا مهما. تفضل دكتور. المرأة عليها أن تكون ملتزمة في العموم بما لا يلفت الانتباه. نعم. هتلبس عباية، هتلبس إسدال، ستلبس غيره، المهم أن يكون ملفتا للانتباه. لا في لون ولا في ضيق. نعم. ولا في بهرجة. فإذا لبست المرأة ما عندناش حاجة اسمها لون معين. ما عندناش حاجة اسمها زي محدد. نعم. في الأوصاف لا للرجال ولا النساء. حتى هذا الزي الذي ألبسه ده من زي إسلامي. يعني ما يلبسه سالم من زي إسلامي عشان يبقى أنت اللي لبسه ما هو زي ما نقولش عليه زي غير إسلامي. ما حصلش. أنت زيك إسلامي ساتر عورتك. وأنا زي إسلامي ساتر عورتي. نعم. إنما ده رمزية زي العسكري. مجند او قائد. نعم. زي الشرطي لابس. نعم. لبس محدد. لبس الازهري له اصول تركيه ولا لبس ده مثلا زي. نعم. الطبيب. نعم. بيلبس البلطو الابيض عشان يبقى عنده راجل طبيب وحاطط السماعه امشي ابقى مطمن في المستشفى ما بكلم طبيب مثلا. انما الزي الشرعي هو ما يستر العوره بدون بهرجه، والبهرجه دي في عرف الناس. بس ليس الا الله يفتح عليك يا دكتور. الله يكرمك. جميله جدا ومجازه ورائعه.